كما ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي صلاح الجودر. أستاذ صلاح، نرحب فيك في نشرة الثامنة، وللحديث عن مناقب الأمير الراحل رحمه الله، كيف ترى ملامح التطور في دولة الكويت والتي أسهم فيها أمير دولة الكويت الراحل؟ نعم أخي العزيز، أول شيء نحن نعزي أنفسنا كما نعزي الشعب الكويتي في فقد الأمير الشيخ نواف، لما لهذا الرجل طبعا من عطاءات كثيرة في جوانب كثيرة في شخصيته، ولربما هي أبرزها هي صفة العفو والطيبة والابتسامة، فلذلك كانت إنجازاته كبيرة على مجموعة من الساحات سواء الساحة المحلية الكويتية، لأنه كان هو حجر الأساس في العلاقات بين أفراد المجتمع الكويتي، وخاصة من توليه مقاليد الحكم في الكويت التف حول الشعب الكويتي، وكان هو صمام الأمان على هذا المستوى، فلذلك إنجازاته داخل المجتمع الكويتي قرأت في أكثر من ساحة، لربما هي قضية اللحمة الوطنية اللي التف الشعب الكويتي حواليها، كذلك كان يركز على فئة الشباب في توفير التعليم العالي وفرص العمل، فلذلك هذه الجوانب الإنسانية لربما يفتقدها الكثير من الناس، ولكن الأمير الراحل الشيخ نواف كان معروف عنه هذه الطيبة، كذلك علاقاته مع دول الجوار لربما وفي عمق الخليجي، وجدنا أنه هو حاضر في كل المشاهد، وذلك لخبرته الطويلة في العمل السياسي داخل المنظومة الخليجية، فكان هو يعني يقوم بأعمال كثيرة منها إزالة أي ما يثير أو يعني يحفز أمور ثانية، لكن هو كان حاضر في هذا المشهد. نعم. كذلك هو عمل داخل الكويت في عملية التوافق بين السلطتين، سواء البرلمان الكويتي مجلس الأمة أو حتى الجهة الحكومة اللي هي الوزارة، فكان دائما هو يعزز هذا الجوانب. علاقاته حتى على المستوى العربي، نجد أن الكويت بقيادة الأمير الراحل كانت لإسهامات كثيرة في الكثير من المواقع، وكان دائما يحرص على لحمة الشعوب مع القيادات توم بما يعزز الأمن والاستقرار، فلذلك هذه المنظومة الخليجية اليوم تشهد الأمير الراحل هذه المواقف الإنسانية. نعم. مما جعل اليوم الشعب الكويتي مع شعوب دول الخليج يسيرون في هذه مسيرة التنمية اللي احنا نشاهد اليوم. نعم. الكاتب الصحفي صلاح الجودر، شكرا جزيلا لك.